أسامة الظهري من اللي مبر فونداتور نتاع حركة شباب ريانا. نحكيو على حركة شباب ريانا الأولى. حركة شباب ريانا أن موفمون سيتويان، حركة مواطنية. الكونسيبت ولا الشكل هذا ما كانش عندنا موجود في تونس قبل، لا في تونس لا في العالم العربي. احنا جروب دو جونيس كوليكتيف اندرغراوند على الاخر، عملنا ريشيرش على شكل يخلينا ننشطوا من غير ما يكون كلاسيك، ني بارتي بوليتيك ني اسوسياسيون ني كلوب في دار ثقافه او دار شباب، حاجه اندرغراوند على الاخر. دونك انا باتيت جوريديك باختصار، احنا باش فيسبوك، جروب فيسبوك، ونستعمل في ديز اكتيفيتي كولتوريل وارتستيك في الشارع، في رواد سبيسيالمون ما فماش حتى مرفق ثقافي في المنطقة. رواد بلاصة كبيرة على الاخر، نحكيو من أريانا حتكشي للجيون، حتكشي لبحر رواد، حتكشي لتحدها قمرت، لا دار شباب، لا سال سينما، لا مكتبة عمومية، لا حتى شيء. تحل دار ثقافة عندها 3 شهور، وثلاثة شهور عندها تخدم ما نشططش من 15 مارس. دونك البيت من ليفينمون يا دو بيوت ولا دو زوبجيكتيف، الاولاني انه ندعيو العباد في رواد دار الثقافة لهنا، تجي تدخل مواهبها وتجي تنشط لهنا في خير من قاعده في القاع، هذه لوك ونعرفوا بها. دونك الهدف الثاني انه نقولوا رواد اللي هي بلاصه للعالم معروفه بالتطرف هذاك معناها انها بلاصه يحكموا فيها الظالميين او يتمظهروا فيها بشكل كبير جدا. نحبوا نقولوا لا راهو سي با فري، لانه بالحق مش سي با فري، وهاكم باش تصوروا باش تشوفوا معناها فما مواهب، فما شباب واعي جدا وراقي جدا وفي تفكيره محلي على الاخر ومثقف، ولكن جوست ما لقيناش احاطه او ما لقيناش نوع نتاع دعم للشباب. هذاك علاش مشي في مخاخه ناس هكاك اوركولي. دونك رواد في عيني بيدين شبابها وكاخذين انيسياتيف، عندنا 100 مشارك في مجال المواهب الشبابيه، فما 100 شاب موهوب وجاي يقدم في عرض في نهارين هذوما. لو كنا نجموا نخلطوا اكثر من هكا نسب اكثر من هكا برشا، لكن ما نجموش نغطيو. دونك هذا هدف ثاني، انه البلاصه هذه راهي فيها نسمح لها مش كيما يتصوروا العباد.